الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. أحبتي الطلبة والمتابعين لهذه القناة التعليمية حيثما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا هو المقطع الرابع، حول مناهج البحث العلمي. قدمنا في المقطع الأول مقدمة عن أهمية البحث العلمي ومعناه وأشكاله، أرجو الرجوع إلى ذاك المقطع. ثم قدمنا في المقطع الثاني أهمية البحث العلمي في صنع القرار، ثم لمحة سريعة عن خطوات البحث العلمي بواسطة رسومات توضيحية فقط لغير، أو ما يسمى الجداول أو الجدول أو الخريطة التدفقية فلو تشارت. وقدمنا في المقطع الثالث مفهوم الارتباط correlation ومفهوم السببية causality، وكيف نميز بين المفهومين وأهمية ذلك في البحث العلمي. وأخيرا إن شاء الله هذا المقطع، ليس طبعا الأخير في هذه السلسلة، لكن أقدم إن شاء الله في هذا المقطع الأخير إن شاء الله تعالى في هذا المقطع تفاصيل الخطوة الأولى، فقط تفاصيل الخطوة الأولى، وهي تحديد أو تعريف مشكلة البحث وما يتعلق بها. قبل أن أبدأ بتفاصيل الخطوة الأولى لابد أن أذكر بالخطوات، لكن على شكل يعني خارطة بيانية. هنا هاي الخطوة الأولى هي تعريف مشكلة البحث، identification of the research issue, research problem. هنا يترتب عليها أمران. الأمر الأول هو الآن مراجعة المفاهيم، هناك كثير من concepts والtheories يجب أن نراجعها، ما المقصود بكل هذه المفاهيم والنظريات. ثم مراجعة الأدبيات السابقة حتى يتمكن البحث من معرفة ماذا قال السابقون عليه. الخطوة الثالثة الآن هي صياغة الفرضيات، فرضية هناك في هايبوثيس، فرضيات افتراضات يجب أن يصوغ أن يقوم بصياغتها الباحث. خطوة الرابعة الآن تصميم البحث بما في ذلك العينة، يعني يحتاج إلى الآن عينة بيانات. أنا الآن الخطوة الخامسة جمع البيانات اللي هو تنفيذ، الآن نجمع البيانات ونقوم بتنفيذ البحث. الخطوة السادسة الآن تحليل البيانات واختبار الفرضيات التي قمنا بتصميمها هنا في الخطوة الثالثة. والخطوة السابعة والأخيرة اللي هي تفسير النتائج وتقديم التوصيات. لكن لا نكتفي بهذا القدر، هناك الآن في يعني تغذية راجعة من الخطوة السابعة إلى السادسة، هذا نسميه تغذية، لأنه الآن لابد أن تكون النتائج والتوصيات متوافقة مع تحليل البيانات واختبار الفرضيات. كذلك الأمر يجب أن تكون هناك تغذية راجعة من هذه الخطوة السادسة، تحليل البيانات واختبار الفرضيات، إلى جمع البيانات، هل في توافق بين شكل ونوعية وماهية البيانات والآن وتنفيذ يعني البحث والفرضيات. هذه التغذية هناك الآن تغذية إلى الأمام من الخطوة الرابعة اللي هي تصميم البحث بما في ذلك العينة إلى تحليل البيانات واختبار الفرضيات، هذه بسمى تغذية الأمام. هناك يعني يجب أن تكون هذه تعطي هذه مقدمة، معلومات مقدمة. والآن كذلك الأمر هنا تعريف مشكلة البحث يجب أن تتوافق، ويجب أن يكون هناك تغذية إلى الأمام مع تفسير النتائج وتقديم التوصيات. يجب أن تتوافق الآن النتائج والتوصيات مع أصل المشكلة. وهنا الآن تغذية راجعة من تفسير النتائج وتقديم التوصيات إلى تعريف المشكلة. هذه الخطوات السبعة مهمة جدا جدا. فيما تبقى إن شاء الله من مقاطع حول مناهج البحث العلمي سنأتي على كل خطوة بتفاصيلها، وأبدأ بهذا المقطع الرابع حول تفاصيل تعريف مشكلة البحث. وعلى بركة الله نبدأ. الخطوة الأولى كما ذكرنا تحديد أو تعريف المشكلة من أجل البحث العلمي. ما هي المشكلة؟ ما هو السؤال؟ ما هي المسألة؟ ما هي القضية التي سنبحثها؟ Identification of the problem. ما هي مشكلة البحث كما ذكرنا؟ مهم جدا، طرحناها على شكل سؤال. لاحظوا لي، مشكلة البحث هي السؤال أو المسألة الرئيس أو الرئيسة، المسألة الرئيسة أو السؤال. هنا يحاول الباحث هنا خطأ طباعي، يحاول البحث كذلك الأمر أن يجيب على السؤال، يعني الباحث من خلال بحثه أن يجيب على السؤال أو يبحث في المسألة. الباحث يحاول أن يجيب على السؤال أو يبحث في المسألة هذه بطريقة منطقية خاضعة لمعايير البحث العلمي. تشير مشكلة البحث إلى ماذا؟ إلى تحدي ما، تحدي، هناك تحدي أمام الباحث، تحدي علمي عملي وهكذا،
أو صعوبة ما أو حاجة واجهها الباحث في إطار نظري أو ما طبعا أو في مسألة عملية أو علمية وهو يبحث عن حلها، يبحث عن حل هذا السؤال، إجابة عن هذا السؤال أو هذه المسألة أو هذه الصعوبة أو هذا التحدي، فهو يبحث إيه يعني. إذا البحث العلمي هو هدفه أن يعني تحديد المشاكل وحلها، تقديم الحلول والتوصيات حولها. كيف نتلمس وجود سؤال أو مسألة ما تحتاج إلى بحث علمي؟ عفوا أوكي، إلى بحث وليس على إلى بحث علمي. أول شيء الخبرة والمشاهدة والتأمل. على سبيل المثال قد يلاحظ مدير لشركة ما بأن حجم المبيعات انخفض من غير أن يعرف أو يحدد الأسباب، وقد يرصد عالم الاقتصاد بأن معدل البطالة في بلده ارتفع على الرغم من الزيادة في الإنتاج الوطني. يعني هنا مشكلة بالنسبة لمدير المبيعات أو مدير شركة معينة، انخفض حجم المبيعات وبالتالي هناك مشكلة اقتصادية أو يعني تدفقات نقدية، ما الذي سيقوم به أزاء هذه المشكلة؟ فلا بد أن يحدد الأسباب. هذه مشكلة، هذه مسألة، هذا سؤال الآن. أما عالم الاقتصاد معدل البطالة مسألة، مشكلة، قضية، تحدي، صعوبة هنا في البلد. لاحظوا على الرغم من مثلا الزيادة في الإنتاج الوطني. هنا الآن القوانين والأنظمة، يعني هنا الخبرة والمشاهدة والتأمل، القوانين والأنظمة قد تكون يعني نتلمس وجود سؤال أو مسألة، وقد يكون مصدر المعلومات الذي يحتاج الباحث في مسألة انخفاض مبيعات الشركة على سبيل المثال آراء الزبائن، معنويات العاملين، خطة الشركة نفسها، نجاح الشركات المنافسة، هذه مصادر المعلومات. بالنسبة لعالم الاقتصاد الذي يدرس ظاهرة البطالة قد يحتاج إلى معرفة هيكل الأجور، هيكل البطالة ومستوى العاطلين عن العمل ومهاراتهم التقنية. ممكن يحتاج إلى دراسة تقنية التكنولوجيا السائدة المستخدمة في الإنتاج، أو يدرس القوانين والمنافسة الأجنبية. نتابع. الخطوة الأولى في عملية البحث، تبدأ أول خطوة في عملية البحث بتعريف مشكلة البحث، Identification of the research problem, issue, question. مهما كان يترتب على تحديد أو تعريف مشكلة البحث أمران. الأمر الأول تحديد أو اختيار السؤال أو المسألة التي سيخوض فيها الباحث من بين بدائل متعددة. الآن لو رجعنا إلى قضية انخفاض المبيعات في الشركة أو أنه معدل البطالة في بلد ما ارتفع رغم أنه الإنتاج الوطني يزداد، الآن في عندي بدائل متعددة، أسئلة متعددة حول هذه القضية، وبالتالي تحديد أو اختيار السؤال أو المسألة التي سيخوض فيها الباحث من بين بدائل المتعددة. ثاني صياغة اللي هو formulation، كيف نصوغ السؤال أو المسألة، نضعها، نقول بأن انخفاض المبيعات في الشركة سببه 1 2 3 4 وهكذا، طبعا نفترض، أو انخفاض زيادة معدل البطالة في البلد في الاقتصاد الفلاني كان سبب 1 2. فهون الصياغة مهم جدا، إذا تحديد أو اختيار السؤال من بين مسائل أو أسئلة متعددة، وهنا ثم الخطوة الثانية أو يعني الأمر الثاني الذي يترتب على اختيار الخطوة الأولى طبعا صياغة formulation السؤال أو المسألة. تحليل أو اختيار السؤال والمسألة التي سيخوض فيها الباحث، تشمل هذه الخطوة تحديد أو تعريف جملة من الأسئلة أو المسائل، ثم اختيار واحد منها أو مسألة واحدة منها، وذلك بعد تقييم البدائل المتعددة من الأسئلة أو المسائل بالاعتماد على معايير اختيار منطقية. مهم جدا المصادر التي تكون غنية بمسائل للبحث العلمي. القراءة المتنوعة، لاحظوا القراءة المتنوعة. إذن المصادر من أين يعني نأتي بقضية وبحث علمي؟ كلما زادت قراءتك وتعمقك في الحقل الذي تتخصص فيه، الآن زادت يعني درايتك ومعرفتك فيه، مع ذلك أنه قد تكتشف كثير من الظواهر التي تحتاج إلى بحث. إذا القراءة المتنوعة في حقل الدراسة المعني، كأن نقول الإدارة، الاقتصاد، الأمراض، الصحة العامة، الطب والهندسة وهكذا. الخبرة الميدانية، كأن نقول في الإدارة والسكان والصحة العامة. على سبيل المثال يعني وكيل وزارة أو أمين عام وزارة أو مدير عام لشركة، لأن هذه خبرة ميدانية، فهذا الشخص من يعني المؤكد أنه سيلاحظ كثير من الظواهر التي تحتاج إلى بحث علمي.
خبرة التعليم العالي أساتذة الجامعات عادة يعني هم الذين هم رواد العلم وطلبة الدراسات العليا في مستوى الماجستير والدكتوراه، أي الخبرة الأكاديمية. التجارب اليومية قد تفضي إلى يعني أنه الإنسان يكون كثير من الأراء حول قضايا اجتماعية سياسية اقتصادية بيئية، فتحد يعني يمكن أن يدلي بدلوه ويقوم ببحث علمي فيها. الاستشارات قد يستشيرك أحدهم أو الشركة تستشيرك مقابل يعني أجور معينة، فهذه مصادر بحث علمي. الآن المحاضرات واللقاءات والمؤتمرات المعرفية التي تحضرها، وأخيرا الحس السليم، سبحان الله، common sense، الانتويشن يعني الذكاء الطبيعي هذا اللي عندنا. فهذه المصادر التي تكون غنية بمسائل البحث، بمسائل البحث العلمي. نتابع معايير سائدة في اختيار مسائل البحث العلمي. يقوم الباحث باختيار المشكلة أو المسألة القابلة للبحث، اسمها researchable problem، المسألة أو القضية أو السؤال القابل للبحث أوكي العلمي طبعا، من القضايا المسائل البديلة بعد إخضاعها لمعايير اختيار محددة، وهي على النحو الآتي: معيار داخلي شخصي internal or personal criteria يشمل اهتمام البحث نفسه، قدرته واستطاعته، والمصادر المتاحة له بما فيها الوقت والمال ضروريان. قدرة، استطاعة، بعدين وقت ومال، وهي معيار داخلي شخصي. أنا الآن لا أستطيع إقحام نفسي في بحث أنا لست مهتما فيه، أو لا يكون لدي المال، يعني عندي آلاف القضايا الاجتماعية والسياسية والاقتصادية لكن أحتاج إلى مال حتى أنفذها. وهناك معيار خارجي أو عوامل خارجية تشمل إمكانية بحث المسألة في قضايا لا نستطيع أن نخوض بها لأسباب كثيرة، يعني كل واحد يحددها، أي قابلية المسألة للبحث researchability، هل يمكن يعني قابل، وأهميتها وصفة الاستعجال لها والابتكار المتوقع في بحثها أو من بحثها، ومدى الفائدة المرجوة منها في حال تنفيذ البحث وصلتها بطاقم البحث. يعني يجب علينا أن نختار هناك، هل هناك أشخاص مؤهلون للقيام ببحث ما يعني في مجال معين وهكذا. فإذا هو معيار داخلي ومعيار خارجي أرجو التدقيق بهما. تحليل أو صياغة مشكلة البحث. تعتبر صياغة البحث مهمة جدا، وهي عبارة عن تصفية الفكرة من أي شائبة أو غموض وتحويلها إلى مشكلة أو مسألة قابلة أو يعني ذات أهداف واضحة قابلة للبحث. هنا مسألة طبعا بلا همزة، تحتاج إلى همزة، فإلى مشكلة أو مسألة بحث ذات أهداف واضحة وقابل للبحث. يقصد بالصياغة في هذه السياق، في هذا السياق تحويل المسألة المشكلة أو الفكرة إلى سؤال علمي قابل للبحث من غير غموض مهما أقل هذا الغموض، مهم جدا. تكمل هنا، يجب أن تكون صياغة المشكلة بليغة، لغة بليغة succinct، ودقيقة ومحدد أو محددة وواضحة المعالم والحدود، لا تحتمل التأويل مهما كانت الأهداف المتوخاة منها. هنا في خطأ، مهما كانت الأهداف المتوخاة منها. هناك طريقتان يمكن أن يلجأ إليهما، أعوذ بالله من الأخطاء الطبيعية، الباحث في سبيل صياغة المشكلة. الأولى طرح سؤال ذات صلة بالمسألة، سؤال يطرح سؤال ذات صلة بالمسألة، كأن نقول ما هي علاقة أسعار الفائدة بمستوى الاستثمار؟ هذا سؤال علمي طبعا معروف، ولكن على سبيل التمثيل فقط لا غير. الثاني تصريح حول المسألة، هنا يطرح السؤال مباشرة. هناك طريقتان يمكن أن يلجأ إليهما، عفوا الخطأ الطبيعي، الباحث في سبيل صياغة المشكلة. الأول أن يطرح السؤال ذات صلة بالمسألة سؤال مباشر، كأن نقول ما هي علاقة أسعار الفائدة بمستوى الاستثمار؟ هنا الآن لو طلب على الاستثمار demand for investment، يعني interest rate and demand for investment. الثاني الآن تصريح حول المسألة declarative statement بلسان علمي، كأن نقول هناك علاقة عكسية بين سعر الفائدة والطلب على الاستثمار. فعلينا أن نختبر هذه المقولة، هذا الجملة اللي أطلقها الباحث، هناك علاقة عكسية بين سعر الفائدة والطلب على الاستثمار. أمور متعلقة بصياغة مشكلة البحث قد يحتاج إليها الباحث: إطلاق سؤال البحث بصيغة عامة وليست محددة، أول شيء يعني يطلقها بشكل عام فضفاض، أوكي.
استيعاب وإدراك طبيعة المسألة. لابد، لاحظوا لي هنا أمور يتعلق يحتاج إلى البحث، أن يطلق السؤال بصيغة عامة. هناك يعني ما هي ما ربما هناك علاقة بين سعر الفائدة والطلب على الاستثمار، هذا بشكل عام، يعني كأني بشك بنفسي الآن. بعدين أستوعب وأدرك طبيعة المسألة، إذا استيعاب وإدراك طبيعة المسألة. بعدين مسح الأدبيات المتوافرة، هناك كثير من الكتاب أو العلماء كتبوا في المسألة، فلماذا لا أرجع إليهم؟ وتطوير الفكرة والأفكار المتعلقة بها بواسطة المناقشات، أناقشها مع زملاء، مع علماء، مع كيفما اتفق يعني طريقنا. ثم إعادة كتابة الفكرة بكلمات جديدة، ريفريزينج هاي، يعني الآن ممكن أقول لا أعرف كيف يؤثر سعر الفائدة بحجم الاستثمار، ثم أقوم بتحديد سؤال أفضل وأكثر، ثم أناقشه مع العلماء، ثم أمسح الأدبيات، معنا أقرأ الأدبيات، وبأخيرا أكتبها. هناك علاقة عكسية بين سعر الفائدة وحجم الاستثمار أو الطلب على الاستثمار. ريفريزينج مهم جدا. معايير اختيار المسألة، وأعتذر عن حذف الهمزة بالخطأ هنا، المسألة الجيدة للبحث العلمي، أن تكون واضحة لا غموض فيها، أن تكون اختبارية empirical، يعني ليست نظرية، مقصود فهنا اختبارية عكس النظري اللي هي theoretical، هون empirical يعني على تستند إلى أرقام وبيانات وتحليلات وما شابه، أن تكون قابلة للتحقق verifiable. بصيرش إني أنا والله هيك أطلق مقولة علمية وأقول أثبتها من غير أن تكون قابل للتحقق من أشخاص وعلماء آخرين، أن تكون جذابة مثير الاهتمام، وأن تكون جديدة ابتكارية، وأن يتوافر الإرشاد عنها ممن هم أكثر علما وخبرة في موضوع، يعني هو الإرشاد العلمي والأكاديمي وخبرة في موضوعها. وهذا بالنسبة للفيريفايبل كمان يمكن إعادة يعني البحث مرات من قبل أشخاص آخرين، طبعا بمعلومات وبيانات جديدة. ربما للتذكير فقط هنا، هذه الآن اكتشفنا علة معينة، تحليل الواقع، ثم تعرفنا المشكلة، ثم الآن صياغة المسألة وأهدافها، ثم انتقلنا إلى البحث العلمي. لاحظوا لي هذه الخطوات مهمة جدا جدا في اختصار، يعني اكتشفنا علة معينة، مسألة ما، تحللنا الواقع عن هذه العلة، عرفنا المشكلة، ثم قمنا بصياغة المسألة وأهدافها، ثم الآن أجرينا البحث العلمي حسب طبعا هذه الخطوة الأولى. طبعا هنا نبدأ بالخطوة الأولى، لاحظوا لي صياغة أهداف البحث. الآن أهداف البحث هي المكونات، أهداف البحث هي المكونات الأساسية المتعلقة بمشكلة أو مسألة البحث، والشيء الأساسي الذي يحاول الباحث أن يصل إليه من محاولته وجهده في البحث. ترتبط أهداف البحث بمسألة البحث بشكل مباشر، تمسه بشكل مباشر، والأسئلة التي لابد أن يجيب عليها الباحث أو عنها، وهي بالتالي ما يريد الباحث أن يصل إليه أو ينتهي إليه من بحثه في مشكلة الدراسة أو الشيء المتوقع من البحث نفسه. يجيب يجب، هذه برضه خطأ طبيعي، أفسس ماني أنا بهذا المقطع، هناك أخطاء طبيعية كثير، لكن بعضها يجب أن تكون أهداف البحث واضحة وقابلة للتحقق. يجب أن تكون أهداف البحث واضحة وقابلة للتحقق. يمكن توصيف أهداف البحث عن شكل على شكل جملة يصرح بها الباحث أو سؤال يطرحه. يمكن كتابة أهداف البحث بشكل عام على شكل تصريح أو عبارة جملة يستخدم فيها الباحث. لاحظوا لي هنا دقيقة جدا، يعني ما هي الجمل والكلمات التي يستخدم الباحث؟ يستخدم الباحث فيها كلمات مثل على سبيل المثال كذا وكذا، لنكتشف بأن كذا وكذا، كي نحدد كذا وكذا، كي نؤسس أو نرسخ. هذه يعني عبارات أو جمل مفيدة جدا في البحث العلمي عند كتابة الأهداف بشكل عام على شكل تصريح أو عبارة. هذا الآن أكون بذلك قد انتهيت من هذا المقطع، راجيا أن أكون قد قدمت الفائدة لكم أحبتي الطلبة. بعتذر على الأخطاء الطباعية البسيطة هاي، لكن أوعدكم إن شاء الله أكون دقيقة المرة القادمة. وإلى المقطع الخامس بإذن الله، حول الخطوة الثانية فقط لا غير، يعني تفاصيل. وإلى لقاء آخر قريب بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.